أنا متأكد أنكم تشوفون الفيديو هذا طبيعي وما فيه أي شيء، ولكن ما تعرفون وش الحقيقة وراء هذا الفيديو. هذا الشاب هو صديقه جالسين يصورون مقطع بالتيك توك، وكان التصوير بوقت متأخر من الليل، ومن الواضح أنهم مزرعة وشكلهم أصلا ناويين يمشون مخلصين الشاهي. صوروا الفيديو، كان صاحبنا يعدي أو مدري كان يرقص، ونزلوا الفيديو على التيك توك، وهنا كانت الكارثة. اكتشفوا الجمهور أن الفيديو ما هو طبيعي، في شيء صار بالفيديو أبدا ما هو طبيعي، وأبيكم تركزون. قبل لا أوريكم الفيديو نبي نشغل الشارينجان ونحلل المقطع. لاحظوا أن ما في هواء، النخل ما هو جالس يتحرك، المراتيح ثابتة، ما في غبار طالع من الأرض، دليل أن الطقس مستقر وما فيه أي هواء. طيب تمام، تأكدنا أن ما في هواء والطقس مستقر، ما فيه أي عواصف هوائية. طيب شوفوا الفيديو. طبعا زي ما احنا شايفين ما في هواء ابدا، وبنفس الوقت الكرسي طاح وما فيه احد حول الكرسي ابدا، والمزرعه فاضيه، يعني ما فيه اجابه غير ان هذا جن. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اتوقع انه زعلان انه ما خلوه يصور معهم وخلص الشاهي بعد ولا صبوا له كاسه. السلام عليكم، الله يسعد اوقاتكم، كل خير. اليوم الفيديو على طلبكم، مو جيمينج، مقطع شاطح عن اشياء مرعبه وجن. جد الفيديو هذا فيه اشياء تخلع القلب، احذر اللي يخافون انهم ما يكملون الفيديو. فيه فيديوهات المغامرين بغوا ينجنون من المواقف اللي شافوهن، اللي يخافون من المقاطع هذه خلاص يتابعون الفيديو هذا برمضان ما بقى شيء. اشكر بيرزو أشكر بيرزن ورغد ما شاء الله عليهم وعلى ملاحظتهم بالمقطع السابق، ما شاء الله مركزين صح شاطرين. لاحظوا ان في مقطع تمثيل من احد الفيديوهات للمغامرين، وايضا اشكر اللي يسوون لي منشن على المقاطع هذه. ترى المقاطع اللي تشوفونه كلهن من المتابعين، الله يجزاهم خير، ابدا ما فيه ولا فيديو اجيبه انا من عندي، المتابعين يسوون لي منشن على المقاطع المرعبه بالتيك توك وانا انزل لكم هذه المقاطع. واذا قلبك قوي اسعدا باللايك، ما عليك امر، واذا انك جديد وتحب كل شيء جديد اشترك عندنا. انا بيبسي وخلك مع الفيديو. ثاني فيديو، وللأمانة هذا أكثر فيديو مخيف شفته هالفترة، وأنصحكم تمسكون قلوبكم قبل تشوفون هالفيديو. هذا مغامر داخل منزل مهجور، والبيت مرعب بسم الله بشكل غير طبيعي. بسم الله الرحمن الرحيم، شكل البيت مخيف، فقط ظلام وغبار وما تشوف إلا بيبان فقط. هذا المغامر وهو جالس يكتشف بالبيت، واضح أنه رايح للبيت هذا بوقت متأخر من الليل وما معه إلا ضوء يشوف به الطريق. فجأة وهو جالس يكتشف بهذا البيت سمع صوت ورا ظهره، التفت، وهنا كانت الصدمة. تخيلوا انه يوم التفت شاف ورا ظهره مثل ظل الطفل يركض، شيء يخلع. المغامر من الرعب ومن الخوف ثبت مكانه ولا هو قادر يتحرك من الخوف. انا ما ادري هل المنزل فيه طفل ميت، ماني عارف قصة هذا الطفل اللي مر. امسك عقلك وقلبك وشوف الفيديو. طبعا يا اخوان انا لازم بدي احاول انزل على هذا البيت. طبعا زي ما انتم شايفين الطفل ما فيه باب، ما ادري منين جاي، ممكن داخل من الدريشه. لكن ايضا بطيت الفيديو ولاحظت ان شكل الطفل غريب جدا، الطفل حرفيا بدون ملامح وكانه ظل، ولكن ايضا ممكن يكون تمثيل، جد ممكن يكون تمثيل، ولكن حرام عليه اذا كان تمثيل ياخذ الاطفال الى هذه الاماكن للامانه، حرام عليه، ولكن سوى تمثيل او جد شيء مرعب للامانه، شيء مرعب. ثالث فيديو، وللامانه هذا من اغرب الفيديوهات اللي راح تشوفونها ممكن بهذا المقطع، هذا الفيديو حقيقي 100%، ما فيه اي تزييف او تمثيل او كذب. طبعا هذه السالفه صايره على طريق الرياض، وتخيلوا انه طريق سفر، تخيلوا ان المسافرين شافوا مره جالسه بالشارع وتصلي، شيء ما هو طبيعي تصلي على شارع سفر، شيء يخلع. الغريب مو هنا، الغريب انه ما تبعد عن السيارات، تخيلوا جالسه من الخوف السيارات يبعدون عنه، لدرجه ان حتى العسكر ما قدروا يلمسونه من الخوف، رغم اني انا سمعت لكنته وصوته يا اخي احسه كانه ما هي سعوديه، انا احسه من عاملات المنزل، او اتوقع والعلم عند الله وحدة تعبانة نفسيا، مستحيل هذه تكون جنية، شيء مستحيل. امسكوا قلوبكم وشوفوا الفيديو. طبعا طول الوقت جالس تكرر الله اكبر، طول الوقت ترو وتكرر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما ادري هل هي تصلي، ما ادري وش تسوي بالضبط.
طبعا زي ما انتم شايفين الفيديو ما له اي تفسير، ولكن انا ليه قلت انها ما هي سعوديه؟ لاحظت لهجته، اعوذ بالله من الشيء ترجم، ما ادري كيف طريقته، ما ادري كيف، ما هي سعوديه لو كان، وانا متاكد انه ما هي جنيه ايضا. ولكن يا اخي اكثر شيء ارعبن انا هذا الابيض اللي لبسته، ما ادري وش هذا اللي ارعبن. رابع فيديو، وهذا الفيديو قد ما هو مرعب لكنه غريب، وطبعا كثير نسمع عن السفر او البر او حتى البحر، بالليل ما يصلح، خاصة السفر والبر بالليل ابدا ما يصلحن. هذول اثنين طالعين للبر بالليل وجالس يصوروا كأنه يقول خويه يعني اقطع من العود، اقطم من العود، ما ادري وش قصتها، ما لو كاد انهم جالسين يقطعونه وما ادري وش يسوون. تخيلوا فجأة وراهم سمعوا صوت، يا عيال الصوت غريب ومضحك للأمانة، الصوت كأنه صوت باب يتسكر. طبعا ما ادري الفيديو غريب وكأنه ما أدري أنا هل هو حقيقي هل هو تمثيل، لكن صدقوني إنكم راح تنصدمون من الصوت. امسكوا قلوبكم وشوفوا الفيديو. اصحف اقطم اقطم نعودها ها اطلع عليها شيء ما كميل في صوت بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا للأمانة ما أدري وش يقول، جني يستهبل ولا إنسان يمثل، الصوت حرفيا مضحك، وأيضا بعد ممكن يكون المقطع حقيقي، وإذا كان حقيقي فأتوقع أنه من حشرات الليل، لكن الصوت حرفيا مرعب. خامس فيديو وآخر فيديو، هذا من الفيديوهات المرعبة للأمانة واللي ما له تفسير. تخيلوا هذا الشخص جالس يصور بدورة المياه، ما أدري هل هو على طريق سفر أو بمدرسة أو بمجمع، ما أدري وينه بالضبط، لكن جالس يصور بدورة المياه وفيه صوت فتاة جالسة تصرخ وجالسة تصبخ بالبيبان. أنا ما أدري من الصوت أحس إنها ما هي إنسانة طبيعية أو مع شياطين، الله يكفي نشر ويحمينا ويحفظنا، وبنفس الوقت جالسة تصرخ، ما ندري وش العلم إلى حد الآن. امسكوا قلوبكم وشوفوا الفيديو. طبعا بالاخير لو لاحظتوا انها صبخت بالبيبان وكان لها 10 يدين جالسة تضرب الباب بشكل سريع، مستحيل تكون هذه انسانة طبيعية، ما ادري احسن مع شياطين والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وبس هذا كان مقطعنا، اذا وصلت لهذه الدقيقة احب اهنيك واقول لك انك تملك قلب قوي، واذا وصلت لهذه الدقيقة اثبت لي وجودك يا شبح وحط بالتعليقات الايموجي هذا اثبات قلبك قوي. اشكرك من قلبي على المشاهدة واشكر الله قبل كل شيء ثم اللي يسوون لي منشن على هذه الفيديوهات. وبس مع السلامة وبالتوفيق.